مشاهدين، أعلنت حركة فتح وحماس قبل أيام أنهما توصلتا مع باقي الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق على آليات إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما، وذلك خلال اجتماعات جرت في القاهرة التي ترعى جهود المصالحة الفلسطينية. أسئلة كثيرة برزت بعد الإعلان عن هذا الاتفاق، لعل أهمها: هل باتت الأراضي الفلسطينية قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات، أم أن الشياطين في التفاصيل؟ ماذا عن قدرات السلطة وعن الموقف الإسرائيلي؟ وكيف سينعكس هذا الاتفاق والانتخابات في حال جرت على مساعي الإدارة الأمريكية الجديدة بعد تولي جو بايدن السلطة؟ وهل تعيد هذه الانتخابات الجميع إلى سكة اتفاق أوسلو بالتزامن مع عودة الحديث عن حل الدولتين؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ماجد عزام، الذي ينضم إلينا من إسطنبول. صباح الخير أستاذ ماجد. صباح النور يا هلا. يعني بداية، هل فعليا هذا الاتفاق سيمهد إلى إجراء الانتخابات، أم أن الأسابيع والأيام الفاصلة عن إجراء هذه الانتخابات يعني ممكن أن تقلب الموازين وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر، خصوصا أن شاهدنا يعني في الفترة السابقة محاولات عدة لإنجاح توافق فلسطيني أو اتفاق فلسطيني؟ يعني مرة ثانية صباح الخير لحضرتك للسادة المشاهدين. واضح نعم انه نحن ذاهبون الى الانتخابات، نعم الانتخابات تشريعية، يعني الحوار رغم بعض الدعوات السياسية لكن كان حول قضايا او نقاط تقنية تتعلق بالانتخابات التشريعية التي يفترض ان تجري بعد 3 شهور تقريبا في 22 ايار مايو. تم التوافق وبالامكان القول انه الامور او العربة تسير باتجاه اجراء الانتخابات التشريعية، لكن هل سيؤدي ذلك الى ناقص من المصالحة الى ترتيب البيت الوطني الفلسطيني؟ هذه امور او هذا سؤال مختلف، لكن نعم واضح انه هناك توافق. يعني في الحوارات كان هناك تناغم كبير بين حركتي حماس وفتح، وكان هناك تناغم ثلاثي بين حماس وفتح والمخابرات المصرية الراعية للحوار، وواضح انه الامور تتجه الى اجراء الانتخابات التشريعية وحل كل المشاكل التقنية واللوجستية التي تمنع اجراء الانتخابات. ويبدو انه الارضية مهيئة للذهاب للانتخابات في 22 ايار مايو لانتخاب اعضاء المجلس التشريعي. طب أستاذ ماجد، فعليا إجراء الانتخابات في القدس والضفة، كيف يمكن إجراء انتخابات في القدس حيث الاحتلال الإسرائيلي في الضفة مقسمة، كيف يمكن إجراء الانتخابات في القدس والضفة؟ يعني هذه كانت واحدة من نقاط البحث. كان هناك إصرار فلسطيني على أنه القرار هو يجب أن تجري الانتخابات، لابد أن تجري الانتخابات في القدس. هناك نقاش فلسطيني حول كيفية إجراءها. هناك طبعا في الفترة الأخيرة انخراط مصري وأردني في القضية الفلسطينية لتقديم أوراق الاعتماد إلى الإدارة الأمريكية الجديدة. رأينا في يوم، وهذا أمر ربما لم ينتبه لا يكثرون، في يوم الحوار الفلسطيني في القاهرة كان هناك اجتماع طارئ للجامعة العربية تحت عنوان القضية الفلسطينية، رغم أنه تم المماطلة في عقد اجتماع في الصيف بعد انطلاق مسيرة التطبيع العربي الإسرائيلي. هناك وعود من إقليمية وحتى دولية بأن الانتخابات ستجري في القدس. يعني هناك نقاش ربما عن شكل أو طريقة أداء المقدسيين لأصواتهم أو طريقة أو شكل اقتراع المقدسيين، يعني يتم الحديث عن تصويت في البريد كما حصل في الانتخابات، ربما يتم التفكير في آليات أخرى، ولكن قرار أنه لابد أنه ستكون انتخابات في القدس إن شاء الله. دكتور أستاذ عزام، يعني من يضمن التزام الأطراف الفلسطينية اليوم بالنتائج؟ هل يمكن أيضا سؤال آخر، هل يمكن لمصر أن تلعب هذا الدور؟ موسكو إذا سمعت السؤال، يعني حماس عندما قابلت بانتخابات بالتتابع ليس بالتزامن كما كانت تطالب، قالت أنها تلقت ضمانات من 4 دول عربية وإقليمية، تحدثت عن ضمانات من قطر، تتحدث عن ضمانات من مصر ومن تركيا ومن روسيا. وفي حوار القاهرة كان هناك تأكيد على أنه حتى في البيان أنه اللجنة العمل الانتخابي سيكون هناك التزام بنتائج الانتخابات من كل الأطراف بما
بما فيها الأطراف الراعية بين هلالين طبعا، رغم أنه للأسف يعني نحن رجعنا للوراء في الصيف، كان هناك حوار فلسطيني مباشر في اسطنبول هنا، قبل ذلك في بيروت بين بيروت ورام الله، لكن الآن عدنا إلى الرعاية العربية التي لم تمانعها الأطراف الفلسطينية. لكن هناك أيضا ضمن ما تم التوافق عليه أنه سيكون هناك اعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية، لأنه لم يتم نقاش عن الانتخابات الرئاسية وكيفية إعادة بناء تشكيل المجلس الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير. هذا مؤجل لجلسة جولة حوار أخرى يفترض أن تكون أوائل مارس آذار القادم إن شاء الله. يعني أستاذ ماجد، حركة الجهاد كان لها موقف لافت إنجاز التعبير من هذا الاتفاق، قالت أنه تم تحت سقف اتفاق أوسلو. كيف ترى هذا الموقف، وهل يعبر عن وجهة النظر الإيرانية؟ يعني كان في اصطفاء إلى حد ما إذا فينا نقول بين هلالين في الحوار، يعني رغم أن الجبهة الديمقراطية قدمت ورقة عموما جيدة، لكن في النقاش كان الجبهة الشعبية والجهاد تلقوا دعم من القيادة العامة والصاعقة. يعني تخيلوا أن هذا أيضا من المشهد السروالي، كيف يمكن إشراك فصائل مثل القيادة العامة وحتى الصاعقة يتحدثوا عن انتخابات نزيهة وضمانات وما إلى ذلك. لكن كان هناك نقاش عن الجانب السياسي، أن الجهاد إذا تم تغيير المرجعية السياسية للانتخابات، وهذا على فكرة كان وارد أيضا في ورقة الجبهة الديمقراطية عن مرجعية سياسية تتعلق بوثيقة الوفاق الوطني اللي هي البرنامج السياسي المتفق عليه وما تم التوافق عليه في بيروت بين الأمناء العامين للفصائل، وحتى الحوارات الثنائية في اسطنبول بين حماس وفتح. لكن تم يعني القول أن الانتخابات التشريعية ستجري وفق ما تجري عليه دائما، وهو عموما معقول الأساس اللي ستجري عليه الانتخابات التشريعية. يتم الحديث عن قانون الانتخابات ويتم الحديث عن قانون الفلسطيني المؤقت، لكن هذا كله مرتبط أو منبثق أو لا علاقة بعملية أوسلو. هذا سبب تحفظ الجهاد، وهذا موقف يعني قبل حتى أن تتطور العلاقة إلى يعني الآن. يعني هناك انطباع أن العلاقة أقرب إلى التبعية، لكن حتى قبل 20 عام عندما أو حتى عندما أجريت الانتخابات الأولى زمن الشهيد المؤسس الدكتور فتحي شقاغي، كان يتم الحديث أن الجهاد لا تشارك في انتخابات، هذه القاعدة اللي أرساها الشهيد، لا تشارك في انتخابات وفق مرجعية أوسلو، لكن يتم الحديث عن استعداد أو إذا كان هناك انتخابات للمجلس الوطني فستشارك الجهاد، لأن هذا مرتبط بإعادة بناء منظمة التحرير. أستاذ ماجد، جبريل الرجوب كان كمان أيضا له موقف لافت، قال فيه أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يعني تعتبر أنه يوم حزين، يوم توقيع الاتفاق على الآليات. فعليا إسرائيل أمام أيضا انتخابات في الشهر المقبل، كيف ستتعامل حكومة نتنياهو مع هذا التطور الفلسطيني؟ وعادة إسرائيل ما تستثمر هذه التطورات في محاولة يعني شد العصب اليميني في الداخل الإسرائيلي، كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التطور؟ يعني عندما يكون هناك انهاء للانقسام، ذهاب إلى المصالحة، ذهاب إلى إعادة ترتيب البيت الوطني، ذهاب إلى يعني إعادة الحياة والحيوية للساحة السياسية الفلسطينية بانتخابات حقيقية يشارك فيها الكل بالداخل والخارج، لمنظمة التحرير، للمجلس الوطني، يكون هناك ديمقراطية حقيقية، هذا يوم حزين في إسرائيل بالتأكيد. لكن بما رأيناه يعني الانتخابات تجري ضمن قواعد اللعب والخطوط اللي رسمها الرئيس محمود عباس، وضمن الواقع الحالي في فلسطين، واقع وصله، واقع السلطة، واضح عدم امتلاك السلطة لأفاق، واضح أن يعني لو رأيت ما وربنا يديهم الصحة، لكن متوسط أعمار المشاركين قادة الفصائل حتى المشاركين في حوار القاهرة ومعدل مرتفع جدا، أتحدث كما قال محمد شتية يعني الرئيس محمود عباس 84 سنة هو مرشح حركة فتح كما قال محمد شتية. يعني إسرائيل لا تستطيع أن تتحدث أو تتشدق بالديمقراطية وتمنع الديمقراطية والانتخابات الفلسطينية، لكن هي تفهم إسرائيل ما هو واضح أصلا، الانتخابات تجري وفق الواقع الحالي، وفق خطوط اللعب اللي رسمها الرئيس محمود عباس، ولا جزء منها مرسومة إسرائيليا فيما يتعلق بالانقسام، فيما يتعلق بانعدام الأفاق السياسية، فيما يتعلق عمليا تحول السلطة إلى سلطة حكم ذاتي بلس حتى لو موسع، ولا أحد يتحدث عن عملية سياسية حقيقية أو الذهاب إلى إنهاء الصراع في المدى المنظور. سمعت تصريح وزير الخارجية الأمريكي الجديد اللي تحدث إنه يعني الطريق طويل حتى الوصول إلى 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 حل الدولتين. فاليوم الحزين لإسرائيل عندما يكون إنهاء الانقسام،
عندما يكون تهيئة الظروف أمام انتخابات حقيقية شفافة ونزيهة بكل المستويات، ليس بالمعنى التقني فقط لتصويت الناس، عندما يتم تخفيض السن المرتفع للترشح، عندما يتم يعني تخيل مثلا أن الانتخابات لرئاسة الرئاسة لا تجري لرئاسة السلطة، تجري لرئاسة دولة فلسطين لكن بالداخل فقط، هذا يعني اعتراف حقيقي بعدم بشطب حق العودة اللاجئين وعدم الاعتراف بفلسطينية من هم مقيمون في الخارج، وعمليا هم نصف الشعب الفلسطيني. يعني أستاذ ماجد، يعني فعليا أشرت أنت إلى الموقف الأمريكي، موقف أنتوني بلينكين من حل الدولتين، الموقف الأمريكي عموما منذ تولي إدارة جو بايدن السلطة لا يزال تقريبا غامض في الشق المتعلق بالقضية الفلسطينية، حديث عن حل الدولتين في المقابل لا تراجع واضح عن الكثير من سياسات ترامب في فلسطين، من نقل السفارة إلى الاعتراف بالقدس وغيرها من الإجراءات، كيف تفسر الموقف الأمريكي؟ يعني حتى كما يقال في تبرير عدم الاتصال إلى الآن بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو أنه القضية الفلسطينية ليست أولوية على أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة، بلينكين وزير الخارجية الأمريكي تحدث عن هذا الأمر أنه سيكون هناك خطوات لكن الوصول إلى الحل هو يعني غير منظور، ولم يقل أنه الموضوع ليس على أجندتهم، لكن يتم الحديث عن خطوات لعدم الانفجار، ضمان عدم الانفجار، عدم خروج الأمور عن السيطرة، لكن حتى الإدارة الأمريكية لن تتراجع عن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وحتى الخطوات اللي أعلنت عنها فيما يتعلق بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وفي القدس المحتلة يبدو أنه ستأخذ مزيد من الوقت، ربما المساعدات للسلطة الفلسطينية في السياق الأمني وحتى في السياق الإنساني ستكون بمدى زمني أقصر، لكن واضح أن القضية الفلسطينية ليست على جدول أعمال أمريكي الملح، يعني تخيل أنه 20 ريست مثلا 20 ملف عاجل يفترض أنه يتم سيكون له إعادة تشغيل كما قيل يقال في أروقة الإدارة الأمريكية، القضية الفلسطينية ليست ضمن هذه الملفات العشرين، وربما يتم اتخاذ خطوات قصيرة، لكن القضية الفلسطينية ليست على جدول الأعمال الأمريكي، لكن هناك عمل محاولة أمريكية لكي لا تخرج أمور أو لا يحصل انفجار، لكن على المدى القصير ليس هناك حتى تصور واضح من قبل الإدارة الأمريكية لكيفية الوصول إلى حل الدولتين ولو كان ذلك على المدى الطويل. يعني أستاذ ماجد، السؤال الأخير باختصار لو سمحت، انقسام عربي وإسلامي واضح في المنطقة، صراع عربي إيراني أيضا واضح، قطار التطبيع انطلق في أكثر من 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 دولة مع إسرائيل، فعليا هل يمكن أن ينجح التوافق الفلسطيني في ظل هذا الواقع العربي والإسلامي؟ يعني يفترض انه الانقسام الفلسطيني والحاله الفلسطينيه كانت عذر ولو عذر غير جدي من اجل المضي في التطبيع، الان ربما يكون هناك تخفيف لوتيره التطبيع مع رحيل اداره ترامب اللي عملت كسمسار، ويفترض انه يعني عمل فلسطيني جدي فيما يتعلق بنهايه الانقسام، فيما يتعلق بالمصالحه، فيما يتعلق بالتمسك بالحقوق الفلسطينيه والقول انه التطبيع هو يجري ضد المبادره العربيه التي تقول منذ ايام في الاجتماع يوم الاثنين في القاهرة، اجتماع الطالة تحدث عن الشرعية الدولية، تحدث عن حل دولتين، وتحدث عن المبادرة العربية، التطبيع ضد المبادرة العربية، واعتقد انه عمل يعني انهاء الانقسام ويكون هناك يعني قيادة او توحيد للقيادة في سياق السلطة وفي سياق المنظمة، اعتقد انه هذا سيكون عامل لتقليص او ابطاء وتيرة التطبيع، وعمليا انه في الشارع العربي الاسلامي يجب ان ننتبه انه هناك مزاج كبير ضد التطبيع، واي عمل فلسطيني جدي سيمثل رافعة لمن يقفون ضد التطبيع، ليس فقط حتى في السياق الشعبي لكن حتى في السياق الرسمي كما نرى في الكويت وحتى كما نرى في الجزائر ودول عربية وإسلامية أخرى. ماجد عزام الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.